بيضة أم كرة مضرب؟ أوبس، ضربة موفقة يا لين. شكرا يا روزي. نقطة لكرز ولين. رائع. هل حان وقت الطعام يا روزي؟ ليس بعد يا بينون. هيا يا روزي، دورك الآن، نحتاج نقطة. بلبلة، ماذا تفعلين عندك بالأعلى؟ أنا أنظف، صديقتي بطة ستزورني، أريد أن يكون المكان نظيفاً. بطة بطة بطة! يا بلوطات، ماذا تفعلون؟ عمل بلبلة لا ينتهي أبداً. آسفة. رائع. نقطة لكرز ولين. ياي، سوف نفوز. لن تفوز أبداً طالما أنا هنا، انسوا. لو كسب هذه النقطة فسوف يفوزان. عندها سآكل قطعة حلوى لذيذة من حلوى روزي. حسناً، إليكم أفضل ضربة عندي. أسرع. أين الكرة؟ لا 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 أعرف، لقد اختفت تماماً. هل يعني أن وقت الحلوى قد حان؟ هيا يا بطة، ترى أين أنت؟ بطة بطة بطة! أخيراً، بطة بطة، أهذه أنت؟ ما هذا الشيء؟ بيضة بيضة بيضة! هذا صحيح، هناك بيضة في العش. ماذا سأفعل بها الآن؟ ولكن فعلاً أنا لا أفهم، أين يمكن أن تختفي؟ قد تساعدنا بعض قطع الحلوى على التفكير. فكرة جيدة يا بينون. تعالوا تعالوا تعالوا! ما الحكاية يا ترى؟ بلبلة بيضة بيضة! بيضة بلبلة؟ فكري فكرة! هيا بسرعة، بلبلة في حاجة إلى المساعدة. ولكن ماذا عن الكرة الضائعة؟ وماذا عن قطع الحلوى؟ هل أنت بخير يا بلبلة؟ متعبة جداً وجائعة جداً. لا تشغلي بالك أبداً يا بلبلة، سنأتي إليك بكل ما تحتاجين إليه. هل تريدين قطعة حلوى؟ يم، نعم، لقمة منها قد تساعدني، وأنا أحتاج الماء. سآتيك بالماء. وأيضاً المكان هنا غير مريح. سأحضر وسادات وألعاباً. أحتاج إلى بعض الألعاب. ستأتي حالاً، تعالوا جميعاً. هل يمكن أن نبحث عن الكرة الضائعة؟ فيما بعد، هذا الأمر مهم. لنكمل المباراة يا روزي. ولكن يا كرز، نحن ليس لدينا كرة. فلنستخدم هذه. لا أظن ذلك. هيا، يجب أن نكمل المباراة. وأيضاً بلبلة تحتاج الراحة، هكذا قال فكري. ربما أنت على حق يا كرز، هيا بنا لنذهب. انتظروني! تمهلي قليلاً يا بلبلة، ألم تنسي شيئاً؟ ماذا؟ البيضة، يجب أن تجلسي عليها. لكن... حسناً، دورك الآن، وأنا أحتاج نقطة للفوز. وعندها نستطيع أن نأكل قطعة حلوى؟ بالتأكيد. هيا يا روبا. بلبلة، أنت تتحركين؟ أوه.
أخرى. كواك كواك. ها هي. إنها تتجه صوب فكري. أنت سترافقينني. أمسكتها. واو، أحسنت يا روزي. هذه هي كرة المضرب. ماذا؟ نعم. هل البيضة بخير؟ أنا آسفة فعلاً يا بلبلة، لقد حصل سوء تفاهم بسيط. يبدو أن البيضة ليست فعلاً بيضة، إنها كرة المضرب التي أضعناها. لا أصدق هذا. أي أنك كنت تجلسين على كرة المضرب. كان هذا الأمر مملاً جداً. في يوم ما ستكون عندي بيضة، أما الآن من يلعب معي؟ أحضر كرز هذه الأشياء يا روزي. الأمر سيكون مسلياً. هيا بنا. منذ الصباح وكرز يضع هذه الأشياء في كل مكان. ما هي هذه يا لين؟ هذه الأطواق ممتازة للقفز. أهلاً يا بنون. أهلاً يا كمون. مرحباً يا لين. بينون. أنك مدهش يا بينون. بينون مدهش. لما كل هذه الأشياء؟ سأريك. عندي. انظروا، مستديرة ومضحكة. من وضعها هنا؟ من؟ أنا صنعت مضماراً للسباق. أي سباق تقصد؟ الحواجز. ستقومون بأعمال مختلفة في الحديقة. هذه الأطواق مرروها فوق رؤوسكم. هكذا. وماذا سنفعل أيضاً؟ الكثير. تعالوا هيا بنا. يبدو الأمر مشوقاً. ها نحن عند ممر الحجارة. لين تنطلق كالعاصفة. ورمبا على العارضة. هل سينجح في الوصول؟ لا، حظاً أسعد في المرة القادمة. محاولة، 2، 3 محاولات فاشلة لروزي. وكرز في مسابقة الأطواق. وها هو ينطلق في سباق الانحدار عن التلة. هيا روزي تستعد للقفز بالحبل. مسابقة مهمة، وروزي تنجح بسهولة. لين ورومبا يبدأان سباق آنية الزهور بحماسة، ولكن بينون لم يبدأ بعد. هيا يا بينون، لماذا لم تبدأ بعد؟ كمون صغير ولا يمكنه تجاوز أي حاجز، لهذا سأبقى معه. بينون، كمون، جرب هذه. أوبس. بينون. اسمع، سنذهب لنرى فكري مجددا. هل تأتينا يا بلبلة؟ بينون. لا تسرع، خذ كل وقتك. ابقى هادئا، لا تخف، لا تخف. ماذا يجري؟ أحاول أن أساعد بينون ليتدرب على عارضة التوازن. يتدرب؟ لماذا؟ هيا حاول يا بينون. لست بارعا في ذلك يا روزي. سوف أقع، أنا متأكد. لا بأس بذلك، فلنجرب. كمون يظنني أنجح في كل شيء، وأنا لا أريد أن أخذله.
أنا متأكدة أن كمون سيفخر بك مهما فعلت. ربما، لكني لا أريد أن أخيب أمله. علي أن أتعلم الطريقة الصحيحة وبسرعة. انظري إنه رمب البطريق. ليس الأمر مضحكا. إذن كما تريد، لكنني أرى أنه أمر مضحك. لنتسابق. هاي. أوبس. لا 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 لا، ثبت عينيك على طرف الجذع هكذا، ثم امشي باتجاهه بهدوء وببطء. هذا ما أفعله، لكنني لست بارعاً في التأرجح. عرفت ما هي المشكلة. بلبلة تتأرجح وجناحها مثبتان، أما نحن فعلينا أن نمد ذراعينا هكذا. فهمت؟ لم يخطر هذا ببالي. سأفعل ذلك. انظر إلي. أوه، شكرا يا روزي، شكرا يا بلبلة. كمون، أنا قادم. هل أنت جاهز؟ هل أنت مستعد؟ انطلق. مد الذراعين، مد الذراعين، مد الذراعين. السباق الكبير. هيا نتسابق يا روزي. ليتني أفوز، ليتني أفوز. مسكين رومبا، دائما أسبقه. ربما هذه المرة. سبقتك. ربحت، ربحت، أنا الأسرع. أحسنت يا رومبا. أنا نجحت وسبقت روزي. أنت فزت. نعم تقريبا. أنا الأسرع، أنا الأسرع، ولكن لست أسرع مني. كرز أسرع من رأيت. لكن رومبا سبق روزي. وسأسبق كرز في أي يوم. أتتحدى؟ ربما كلاكما الأسرع، لكن أنا وحدي الأسرع والأسرع والأسرع. حسناً يا رومبا، لنتسابق إلى البستان. أوه لا، تركت رومبا يفوز علي، لكنه لن يسبق كرز. مهلاً، إذا أردنا تحديد الأسرع فعلينا التحضير لسباق ضخم حقيقي. مع خط بداية وحكم وجائزة. جائزة للفائز. أحببت الفكرة. وأنا أيضاً. أوه لا أصدق. أستطيع أن أفوز بأي سباق. أيقظوني حين تجازون. أنا فزت عليك يا روزي، لذا سأسبق أي شخص. إذا أردت الفوز بهذا السباق فستحتاج إلى مساعدتي. بعض التمرينات للرشاقة. والآن أسرع. 1، 2، 3. حلبة السباق جاهزة. تعالي وانظرا، هناك سلة توت ضخمة للفائز. تقولين توت؟ يجب أن أفوز يا روزي. اقفز بخفة كالغزال يا رومبا. ماذا تفعلان بالضبط؟ روزي تمرنني. سأهزم كرز بالتأكيد. عليك أن تتمرن جيدا. هي هذا لي. روزي تمرن رومبا، وهنا
هناك سلة توت كبيرة للفائز. أنت تحتاج إلى مدرب. ولكن أنا الأسرع، لا أحتاج للتمارين. ليست قصة الأرنب والسلحفاة السخيفة. حلبة السباق ليست سخيفة، إنها شاسعة. البداية من هنا، تعبران المتاهة ثم الأشجار، تعبران الملعب حول الأراجيح وصولا إلى حديقة روزي، ثم تعودان إلى هنا. يبدأ السباق الساعة الثالثة، لديكم الوقت الكافي لتستعد. ساعديني. يمكنك الفوز يا رومبا، وتذكر بخفة الغزال. تشجع. بمساعدتي سيحقق كرز فوزا ساحقا. سوف نرى قريبا، صحيح يا رومبا؟ البري المطلوب. يام. رائع. والآن جاهز يا كرز، جاهز يا رومبا، استعد مع إشارتي. هيا. هيا يا رومبا. هيا يا كرز. تقدم يا رومبا. رومبا يستطيع الفوز. لا لا لا، كرز أسرع، تلقى تدريباتي البلبلية. سيدخلان المتاهة. لن تسبقني. من يتقدم؟ لا أريد أن أرى هذا. هيا يا رومبا، فكر في التوت اللذيذ. ليس أسرع مني. كرز متقدم. يا بينون، استعد لتسليم الجائزة لكرز. لم ينتهي السباق بعد. سيحزن رومبا كثيرا إذا خسر السباق. جريت كثيرا اليوم، أحتاج إلى استراحة. رومبا متعب أكثر مني، مجرد استراحة قصيرة. التوت، أنا أحبه. برشاقة الغزال يا رومبا، برشاقة الغزال، برشاقة الغزال، ولأجل التوت. كرز نائم. أستطيع أن أنام أنا أيضا فترة قليلة، وسأصحو وأسبق كرز. لما تأخر هكذا يا ترى؟ لا أخبار. لا. أخبرني، هل حدث لهم مكروه؟ من الفائز؟ من الفائز؟ لم يعد يهمني من الفائز، المهم أن يكون بخير. ربما علينا اللحاق بهما. رومبا، كرز، ليس هنا. أنا لا أصدق. إنهما هنا. انهضى، يجب أن تنهي السباق. إنهم
هما منهكان. تعالوا، عندي فكرة أفضل. تخطيتما خط النهاية في العربة نفسها، وهذا يعني التعادل. وأيضا ستقتسمان التوت البري. أوه نعم، أنا جائع جدا. مع أن التعادل غير حماسي، لكن السباق كان رائعا. ونحن نقبل أن نقتسم الجائزة، صحيح؟ ها، فزنا معا. انظري يا روزي، آكل التوت بسرعة كبيرة. ليس أسرع مني. نو نو نو. كتابي المفضل. أحب آلة التصوير هذه. ابتسم يا رومبا. رومبا، أنت تنظر إلى كتابك منذ الصباح. أنا لا أشبع من النظر إليه، إنه كتابي المفضل. أعرف كم تحبه يا رومبا، ولكني أريدك أن تنظر إلى الكاميرا لآخذ لك صورة. ولكني أبدو أفضل هكذا. استعد يا بلبلة، صورة ثانية. والآن دور رومبا. أوه، ماذا لديك هنا يا رومبا؟ هل تسمح لي؟ إنه كتابي المفضل، فيه شجرة، طائر، ها هي بعض الزهور. رومبا، أهلا بكما. أهلا روزي، ساعديني في العثور على شيء يسلي كمون اليوم بينما أعد فطيرة التوت. وماذا يحب كمون أن يفعل؟ يريد لعبة جديدة، فقد مل كل ألعابه القديمة. انظر، إن فيه كل شيء. أنا أظن أن كمون أحب كتابك يا رومبا. لما لا تعير الكتاب لكمون؟ أعيره؟ حسناً، لكن لوقت قصير. بالطبع، لكن قد يمزقه كمون. سيهتمان به بالتأكيد. عدني أنك ستعتني به. أنا أعدك. والآن ماذا تقول يا كموني؟ شكراً لك. سنعيده لك بعد الظهر، وستقرأه قبل النوم الليلة. لقد قمت بعمل لطيف يا رومبا. إنه بأمان مع بينون، وسيعيده لك بعد قليل، لقد وعدك. أعرف، لكن هذا سهل عليك، فهو ليس كتابك المفضل. صحيح يا رومبا، ماذا لو أعرتك آلة التصوير؟ ولكنها المفضلة عندك. أعرف أنك ستعتني بها. تعال، يمكننا أخذ صور للجميع. تذكر يا كموني، هذا أعز كتاب على قلب رومبا، لذا كن حذرا. تماما هكذا. بلطف يا كمون، وعدنا أن نحافظ عليه، تذكر. وأخيرا وقت فطيرة التوت. توت. لنضع كتاب رومبا في مكان آمن، لا نريده أن يشرب عصير التوت. كم هذا لطيف. لا. أوه.
ماذا فعلت؟ بومبا! انتظر! ربما أستطيع أن أنظفه. اغسل. فكرة جيدة. إنها أنا يا بينون. هل تغسل؟ كتاب. لهذا السبب أنا هنا. رومبا قلق على كتابه، فطلب فكري مني أن آتي وأطمئن عليه. هل هو بخير؟ أوقعته في الفطيرة بالخطأ. وهل غسلته؟ أظنني أزلت العصير. وأزلت الرسوم أيضاً. انظر، لقد محيت تماماً. محيت؟ ماذا سأقول لرومبا؟ لقد وعدته أن أعتني بكتابه. لا تخف، سأعيده كما كان. أغمضا عيونكما أيتها القدرة البلبلية، أعيدي هذا الكتاب جديدا كما كان. أوبس، غريب، عباراتي البلبلية لا تخطئ. أنا سأنادي روزي، تعرف كيف تتصرف. لن يكلمني رومبا ثانية. ماذا حدث؟ هل كتاب رومبا بخير؟ أم أن كمون مزقه؟ ليس كمون، أنا الذي أوقعته في فطيرة التوت. وعندما غسلته محيت الرسوم تقريبا. مسكين يا رومبا، كم سيشعر بالحزن. لكنها ما زالت تقفز. ولكن ما فائدة هذا من دون صور؟ صور؟ ها هي. لا تقلق يا بينون، أنا عندي فكرة. فعلا؟ بلبلة، هل لا شغلت رومبا أطول وقت ممكن؟ سيأخذ لي المزيد من الصور. نحتاج إلى غراء ومقص. بينون أنت تقص، وأنا وكمون نلصق. فكرة، لنلعب الغمادة. لعبناها 5 مرات. أين روزي؟ ماذا عن عرض بلبلي؟ لا، أنا أريد كتابي ثانية. رومبا! روزي، أين كنت؟ كنت مشغولة. أحضرنا كتابك، ولكن مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ فعلنا المستحيل لإصلاحه. لكننا قمنا ببعض التغييرات. ذاك أنا، ولين. انظروا إليه، ألست جميلة حقا؟ أبدو كنجوم كرة القدم. بل أنا هي النجمة. ما رأيك يا رومبا؟ ليس كما كان. إنه الآن أفضل. إنه كتابي القديم مع صور لأفضل أصدقائي، وهكذا أنتم معي طوال الوقت. شكرا يا بينون. روزي هي صاحبة الفكرة. روزي، هاي، لماذا لست في هذه الصورة؟